اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، انت قلت لي ان حكام النادي الاهلي تم الاعلان عنهم، اتفضل. بكره ان شاء الله الماتش الساعه 7 ما بين النادي الاهلي وطلائع الجيش في استاد الكليه الحربيه. حكم الساحه هيبقى محمود بسيوني، حكم مساعد اول يوسف البساطي، حكم مساعد تاني عمر فتحي، حكم رابع السيد منير، حكم الفار امين عمر، يبقى محمود بسيوني وامين عمر، حكم الفار المساعد سمير جمال. اذا طاقم تحكيم لمباراه الاهلي وطلائع الجيش اللي هتكون بكره ان شاء الله في تمام الساعه 7 مباراه هتبدا. كابتن محمود بسيوني، كابتن يوسف البساطي، كابتن عمر فتحي، كابتن السيد المنير، كابتن السيد منير، كابتن امين عمر حكم فار، كابتن سمير جمال حكم فار مساعد. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ولكن هناك اخطاء تحكيميه واضحه في الاسبوع الاخير، سواء في مباراه الاتحاد السكندري او في مباراه بيراميدز وسموحه او في مباراه الاتحاد السكندري وفاركو، وبالتالي مهم جدا 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 نركز في هذه المباريات القادمه، لانها مباريات ستساعد الفريق ان هو يفوز بتحقيقهم للعداله. اي فريق هيفوز سواء بالدوري او يهبط الى الدوري الممتاز الى الدوري الدرجه الثانيه خلال الفتره القادمه. فكل التوفيق لهذا الطاقم في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. كريم، مكاسب النادي الأهلي على وفوزه على فاركو؟ وطبعا اكيد احنا قلنا ان الفتره الحاليه فيها عدد كبير جدا جدا من المباريات بصراحه بطريقه لا يتخيلها اي رياضي لاعب كره قدم. احنا بنلعب النادي الأهلي، بيلعب الجمعه، هيلعب الاثنين، ويلعب الخميس. فمليون في المية مليون في المية يا كابتن اسلام، حاليا موضوع صعب. التارجت الاساسي هو الثلاث نقاط. بصراحة من المستحيل مطالبة الجهاز الفني او اللاعبين بالتركيز في الاداء وتقديم كرة جمالية في الوقت الحالي، صعب جدا. ممكن لما اروح لمباراتي بيراميدز يبقى الكلام يختلف شوية، لكن حاليا اكيد هو الهدف الرئيسي الثلاث نقاط. وفي نفس الوقت برضو اكيد انت بتلعب قدام منافسين، يعني التركيز الدفاعي عندهم بيبقى كبير جدا، خصوصا كمان الفرق دي اكيد تواجدها في يعني جدول الدوري ساعات برضو يبقى مخيف. يعني مثلا طلائع الجيش مثلا، بص على الشاف مباراه طلائع الجيش مع زاد الاخيره اللي الفريق اتغلب فيها 4-1، هتلاقي طلائع الجيش ما بيلعبش زون ديفنس، الماتش مفتوح. حتى زاد كان هيجيبه هدف تاريخي في المباراه دي، والله هدف في الثانيه 25، في الثانيه 25 أمان عمرو طارق ومحمد دياب الاثنين مساكين بتوع نادي طلائع الجيش قدموا مباراه ولا اسوأ بصراحه، كان مباراه سيئه جدا. بس كان واضح ان كابتن بسيوني ما بيلعبش على الزون ديفنس، مش مقفل، بيلعب لعب مفتوح. زد تمكنوا من احراز 4 اهداف واضاعوا حفنه من الفرص. هل الشكل ده هو اللي هيلعب بيه طلائع الجيش ده من الاهلي؟ مستحيل طبعا، هيلعب بزون ديفنس وهيقفل، فبالتالي بيعمل ازمه زياده على الاهلي في حته. فمهم جدا، كنت كلمه حضرتك قلتها قبل كده، التهديف المبكر في نوعيه المباريات دي مهم. وكل ما انت سجلت بشكل مبكر وعملت فجوه في السكور، كل ما انت سهلت على نفسك المباراه في الاوقات التاليه. ده حتى شفناه في ماتش فاركو، بس الماتش ربما يكون يعني بعد ما 2-0 اتعقد شويه بالهدف اللي جه ويخلى الناس بتتفرج على المباراه وهي قلقانه. بس اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستغل الحاله السيئه اللي فيها 2 مساكين بتوع طلائع الجيش. بس انا اعتقد كان محمد دياب خد انذار، ربما يكون انذار تالت يغيب عن المباراه بكره، مش متاكد بصراحه. بس اذا الاثنين لعبوا هم عندهم مشكله في التحرك وفي التغطيه في ظهرهم، كانت واضحه قوي في ماتش زاد. طيب، ثبت رايك وتحليلك لهدف النادي الاهلي. الهدف النادي الاهلي في فاركو كان الاول كان ممتع لو نقدر نستعرضه، هدف كان جميل جدا. القطعه اللي قطعها حسين الشحات من بره لجوه، دخوله لجوه، واحلى حاجه بقى استلامه وسام ابو علي وسط 3 او وسط 4، ان هو استلمها برجله اليمين او استلمها برجله الشمال وبعد كده صلحها بالرجل الثانيه لحسين الشحات اللي قطع بشكل كويس جدا. كان واحد من احلى الاهداف. الانسجام اللي بدا يحصل ما بين وسام ابو علي وما بين حسين الشحات بصراحه حاجه يعني حاجه تحتسب قوي للنادي الاهلي في الفتره دي، خاصه ان انت محتاج انسجام، خاصه بعد رحيل مودست النهارده، فما عادش عندك غير 2 فراوده وسام ابو علي وكهربا. فتالق وسام وعودته بالشكل ده في مباراه فاركو ان شاء الله تبقى مفيده للنادي الاهلي. حسين الشحات، حسين الشحات يمكن لو معانا ارقامه برده، لعب 89 دقيقه، اخذ رجل المباراه، احرز هدفين، يمكن كان بقاله فتره طويله من شهر مارس مسجلش مع النادي الاهلي في الدوري. صحيح، احرز هدفين، عمل 3 محاولات على المرمى منهم 2 صح، اكتر لاعب صنع فرص في الماتش ده
صنع 3 فرص، لمس الكرة 64 مرة، دقة تمريراته 82%، عرضياته 4، كسب 5 التحامات ثنائية من 8. فحسين الشحات نتمنى ان هو يستمر على الأداء ده، لأنه لما بيفوق النادي الأهلي كمان بيفوق معاه بشكل كويس جدا. أكرم توفيق برضه بيستمر في تألقه في أدائه في الثلاث مباريات أو الأربع مباريات الأخيرة، واحد من أحسن لعيب في وسط الملعب في النادي الأهلي في آخر أربع ماتشات هو أكرم توفيق. المكسب برضه خالد عبد الفتاح في الماتش اللي فات ده، عودته أدى أداء كويس جدا، كلنا كنا قلقانين إن هو بقاله فترة وإن هو بدأ ما بيلعبش يعني، ولعب باك رايت لما لعب وظهر بالشكل ده خالد عبد الفتاح قدم أداء كويس. طاهر محمد طاهر برضه كان يعني كان شكله برضه قدم أداء كويس وكان أداؤه يعني نوعا ما كويس، بس احنا محتاجين ان دايما في المباريات اللي جايه دي تحاول يا جماعه نجيب هدف مبكر، نحاول نستغل الضربات الثابته، الحاجتين دول هيفرقوا كتير خاصه مع تتابع الماتشات. تسجل جون بدري يريح اعصابك ويفك الماتش من بدري، الحاجه الثانيه الضربات الركنيه والثابته خاصه في بعض المباريات المعقربه ممكن تجيب جون منها. طيب كريم شايف ماتش طلع الجيش ازاي؟ طبعا اكيد احنا هنبني على طلاع الجيش، اللي شاف تاني ماتش سد الكابتن هيبه سيوني لعب بطريقه اقرب الى 4-4-1-1. طبعا في احنا اسلام محارب ما بقدرش ان انا اوظفه كراس حربه صريح، حتى ايام كان مع النادي الاهلي اسلام محارب طريقه لعبه دايما بيقدر، هو عنده كوره بصراحه وبيقدر ينزل. انا اشك تماما ان الكابتن هيبه سيوني هيلعب بالطريقه دي بكره قدام او النهارده بما احنا عندنا الساعه 12 يعني، مش هيلعب بالطريقه دي مع النادي الاهلي خالص. اعتقد ربما يلجا ليه ثلاثي في الدفاع، وضعا في الاعتبار ان طريقه اربعه فعلا طلائع الجيش كلفته مثلا 7 اهداف في ماتشين زد وماتشين المقاولين، وبقاله ماتشين. وانا عارف ان بسيوني الحقيقه كابتن عبد الحميد بسيوني يعني اكيد يعني هيبقى بالنسبه له مباراه الاهلي دي مباراه ما حققش صعبه بالظبط كده، فهتبقى مباراه مهمه جدا. رابطه الانديه منزله بيان بعتها لنادي سموحه ونادي بيراميدز، هنقوله دلوقتي ولكن نخلص بس بقيه الماتشات وبعد كده نروح ل ما حدث في مباراة السموحة وبيراميدز. رأيكم في تشكيل النادي الأهلي الأمثل لمباراة بكرة أحمد وكريم؟ بالنسبة التشكيل طبعا هيبقى 4-3-3 في حراسة المرمى الشناوي، الاثنين المساكين بشوف ان ياسر ابراهيم محتاج ياخد بقى لان ربيعة بيريح ياسر وربيعة، ما نشوف ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. ناحية اليمين محمد هاني عودته هتفرق برضو، ناحية الشمال كريم فؤاد، وبشوف ان برضو كريم فؤاد محتاج ان احنا مارسيل كولر محتاج يدخله لعيب يقدر يعمل له منافسه عشان يريحه عشان ما يحصلوش اصابه برضو. في الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه واكرم توفيق وامام عاشور، الثلاثه اللي قدام رضا سليم وحسين الشحات واسامه ابو علي. كريم طبعا في ظل القائمه اللي تم اعلانها اعتقد الاهلي سايب ده هو التشكيل الامثل، وبرضه عايز ابارك لمحمد هاني ان هو جدد تعاقده مع جدد النادي الاهلي. مودست برضه النادي الاهلي بيشكر نعم. مودست على بعد نهايه عقده في النهارده تحديدا نعم. وايضا اجتماعات تهم لجنه التخطيط، اعرف رايكم بسرعه. مودست برضه رغم ان هو يعني ما قدمش اداء قوي، احنا كنا مستنيين منه احسن من كده بكتير، بس برضه نشكره على ده لانه هو برضه ساهم جاب لنا كاس السوبر بهدف، جاب 5 تجوان و3 اهداف مع النادي الاهلي. صحيح ما كانش بالسوء سيء قوي يعني، بس كان نوعا ما حقق برضه اهداف وجاب 5 اهداف و3 اسيست في 17 مشاركه وجاب 3 بطولات يعني. مودست جاب كاس مصر وجاب سوبر مصري وجاب دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس عالم للانديه، ودي برضه من الحاجات اللي النادي الاهلي اتظلم فيها، ان انت لعيبه زي دي انتهت عقده فانت اضطريت تمشيه، فالنادي الاهلي عشان لعب في اول الموسم 10 ماتشات بس 10 ماتشات بس، وبعد كده خلي بال حضرتك ده مش مودست بس، ده كتير. هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده مثلا في بعض اللعيبه محترفين هتفكر مثلا طب انا هيجي لي عروض اي لاعب، انت لو عايز لاعب هتبتدي لازم تبتدي تكون بتبدا تفكر في الاحتياجات الفنيه، ما هي لجنه التخطيط لسه النهارده مجتمعه عشان تحدد مين اللعيبه المحترفه اللي تقدر تيجي والكلام ده. طب ما ده برضو في عز ان انا لسه ما خلصتش الدوري، كل ده بسبب ايه؟ بسبب ان النادي الاهلي كان بيتاجل له بسبب مشاركته في كذا بطوله. صحيح، فالنادي الاهلي زي ما قلت قبل كده اكتر نادي متضرر من كثره المواهب. صحيح كريم، بالنسبه لمين؟ لمودست، بالنسبه لمودست وبالنسبه لهاني وتجديد هاني. انا باركت لمحمد هاني، بالنسبه لمودست يعني انا على المستوى الشخصي اقول له يعني وداعا، تجربه انا على المستوى الشخصي لا اتمنى تكرارها خالص، واتمنى طبعا ان احنا حتى ايفن لو اتزنقنا ما نبقاش مضطرين ان احنا يعني نضطر نحط نفسنا في موقف زي ده، لان انت ساعات في بعض الاحيان بتحتاج لاعب في مباراه. بصراحه مودست يعني اسم كبير، عمل مع دورتموند شغل كبير جدا وارقام كويسه من 3 سنين، لكن بكل امانه
تجربة احترافية. أنا من التجارب